الخوتان انتما كما كتشوفوا شوف البياسه كيفاش دايره ب 10 اورو. الصباط هذا الا شريتيه غنبقى دوز به تقريبا حياتك كامله ديال الشتا واللبن. الخوت صباح الخير عليكم، نتمنى ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير. هذا الصباح هذا جيت لهذا السوق هذا وبغيت نشارك معكم السوق ديال المانيا كيفاش كيكون والاثمنه وشنو كيكون فيه. وتاينا ثاني مره كنجي ليه، كنت باغي نصور لكم فيديو قبل ما كفانيش الوقت، بصح اليوم جيت نصور لكم الفيديو كامل. خليكم تبعوا معنا من الفيديو من الاول حتى الاخر، شوفوا المعيشه في السوق كيفاش دايره هنايا ومقارنه مع بزاف ديال الحوايج. تبارك الله عليكم، تشوفوا. وهو هذا هو السوق الخوت ديال المانيا، هادو هما الاغلبيه كيجيو فيه غير العرب هنا كيبيعوا ويشريوا. مازال ان شاء الله ندخلوا لداخل نشوفوا شنو كاين، الخضره ونشوفوا الديسير نشوفوا اي حاجه. خوت كما كتشوفوا هنايا الجوطيه هادشي ديال الشراوط، راه داكشي بحال اللي كاين في البلاد هو اللي كاين حتى هنايا في لي زالمو. هانتوما هنا كلشي شراوط، هنايا الشروات كما كنقول. هادشي هذا كنت كنبيع ونشري فيه بشحال هادي، في وجده، في الرشيديه، في مكناس. التفاح 2 كيلو ونص دايره 3 اورو، هادي هاد الميكه هادي دايره ب 3 اورو 2 كيلو ونص. ليمون داير 2 اورو. الناس اللي كيحماقوا على الشطر، هادشي اللي كيجيكم من البلاد الخوت كما كتشوفوا هانتوما شنيورو. هانتوما الخوت كما كتشوفوا هنايا، هذا مازال غندخلو ان شاء الله لداخل. انا السبر ديال هاد الصبابط كاع البياس لوريجينال صراحه، هاد كتلقى غير البياس ديال الواعري. راه فهمتي شي يورو اللي هي 50 اورو، فهمتيش 50 اورو بزاف غاليه غاليه اخويا غاليه. راه حنا في المغرب عندنا هادشي رخيص اخوتي، وايلي 50 اورو السبر ديالات. هانتوما الخوت كما كتشوفوا الخوت، يعني هنايا اي حاجه ديال الجوطيه كتلقاها، الحوايج ولا البناوات ولا داكشي ديال الطوموبيلات، يعني اي حاجه. وتا الثمن ثمن زوين صراحه الله، بعد الاثمنه كتلقاهم ثمن زوينين مقارنه مع مثلا باش تمشي تشري الخضره ولا تشري الديسير في الحانوت ولا في المارشي كتلقاه غالي، ولكن هنا في السوق دائما كيكون رخيص. هذا راه معروف في العالم كامل، حتى حنا في البلاد راه الانسان كيمشي كيتسوق من السوق للسوق. دابا غنمشيو ان شاء الله لقدام ونكمل لكم التصوير. هنا كيتباع كلشي الخوت، هاد الشاكمات اللي كتشوفوا ديال الطوموبيلات، ها هما الشاكمات ديال الطوموبيلات ديال الماطر، يعني اي بياسه بغيتيها هنايا كتلقى داك الشاطره ديالهم، البيفان، البناوات، البيشكليطات حتى هما، السيكان، يعني اي حاجه بغيتيها نقدروا نسولوا ان شاء الله الا لقينا شي بيشكليط زوينه. وهذا السوق فين جا فواحد الطبيعه زوينه صراحه الله. ها انتم الخوت تسارعوا معنا وشوفوا السوق ديال المانيا كيفاش داير. راه هادو السوريين كتلقاهم كيبيعوا دوك الصبابط ديال البرد وديال الثلج وديال الشتاء. هلا ما الخوت، واحد الصباط واعر يا خوتي، قسم بالله الا صباط ديال بالصحاوه داير 20 اورو. قلب لكم الكاميرا وتشوفوا الصباط هذا الا شريتيه غتبقى دوز به تقريبا حياتك كامله ديال الشتاء والبرد. وكيفاش داير من الداخل، ها سخون لواحد الدرجه بزاف، لان المره ديالو 45، ولكن واخا 45 ما كيبانش كبير بزاف. هاد السبرديله هادي كما كتشوفوا الخوت دايره 5 اورو، ها هي ها هي 5 اورو السبرديله واعره حتى هي. يعني الخوت البياس صراحه الله بطاطا. مازال نزيدو نسولو ونشوفو. ها انتوما البياس ديال الجري لي نايك، هادشي راه كلشي لوريجينال الخوت كما كتشوفو، ها كلشي لوريجينال. ها انتوما ديال السبور كلشي اوريجينال كتلقاه، واخا كتلقاه كازيو ولكن راه ما ملبوساش، هانت يعني ما ملبوساش بزاف. وكاين البياس اللي كتلقاها جديده. هانتوما الخوت لا الخوت، هانتوما كما كتشوفوا شوف البياسه كيفاش دايره ب 10 اورو اوريجينال نايكا اوريجينال، ها ب 10 اورو. هانتوما كما كتشوفوا الخوت هاد البياسة هادي دايره ب 10 اورو، يعني مازال ينقص لنا منها شويه الثمن. واي بياسه هنا تقريبا كتلقاها دايره 10 اورو، كيقول لك 15 اورو ولكن الثمن كيخليه لك ب 10 اورو. هذا بادي الخوت هانتوما نايك، بياسه واعره مازال ما ملبوساش كاع، غير محطوطه في الارض وصافي، غير كانوا كيحطوها في الارض توسخات. الخوت جينا نشريو شي بيشكليت هنا عند واحد السيد، هيا مشى دريسيها وغنمشيو ان شاء الله نشوف واش زوينه ولا لا، دايره شي 80 اورو تقريبا. هانتوما الفاميلي تبارك الله، داكشي ديال الشوايه هنا، ها الشوايه ديالهم هما هنا كيفاش كيخدموها، الفريتوز، الكالافار زون مشويه، شي تبارك الله زوين ولكن حرام اخوتي.
يلا جري ليه. السوق تبارك الله ناضي اخوتي، اول ثاني مره كنجي لهذا السوق هذا، زوين بزاف هنايا، تاكل تشرب في البياسات الخاصين القهيوات. عشيري تشرب شي قهوه يا سي، تشرب شي قهوه. ها شوفوا شحال غنخلصوا هنايا القهوه. هما تشوفوا 150 قهوه بأورونسا الخوت كما كتشوفوها. هنا الخوت البياس ديال الماتيريال ديال السوارات وداكشي كامل هنايا، شي رخيص يعني كتلقى الثمن ديالهم رخيص، والبياسه اللي بغيتيها كتلقاها موجوده. داكشي ديال النظافه اي حاجه، داك التلفازه راه هي قداش نسولوه شحال دايره. السلام عليكم، هذاك التلفزيون عافاك؟ هذاك التلفزيون قدامي بشحال؟ 50 اورو. 50 اورو اخا، عندها تيليكوموند نتاعها؟ لا نسحابني تاعهم شحال غنخدم فيها تيليكوموند؟ هذا التليكوموند ما عنديش، ولكن تلقى هنا التليكوموند هاك باناسونيك، باناسونيك موجود وعندو حتى اجي اجي من اجي عندو باناسونيك موجود. شوف اخوتي ديك التلفازه كبيره تبارك الله، يعني باناسونيك التليكوموند ما عندهاش، ولكن باناسونيك موجوده التليكوموند ديالها، دايره 50 اورو غير هي. خليها لي في التالي، قال لي نخليها لك غير ب 35 اورو، غير ب 30 اورو اللي 300 درهم، وفي التالي ما بغيتش ناخذها بحكم التيليكوموند، وزيد عليها حتى الثقل غادي نوصلها حتى للدار بزاف عليا، دونك درت مناقص. انا الخوت هذه البلايص ديال البيسيات هنايا، كل بيسي هذا داير 110 اورو، هذا داير 130 اورو، هذا داير 110 اورو، هذا داير توشيبا ب 60 اورو. ولا كونفيغوراسيون ديالهم هما هادو، هذا بحال دابا فيه 6 جيكا في الرام. هادو الباراسولا تاع الخوت كما كتشوفوا، اما هذاك خاص اختصاصي بالباراسولا. مرودة دازيس في فيل 10 اورو، 10 اورو الخوت داير داير الباراسول. شوفوا هنا الخوت شنو كاين عاوتاني، انا كيبان لي داكشي ديال التريات وديال الضواو. صراحة هاد السوق هذا الخوت زوين بزاف والله العظيم، اي حاجه قلبتي عليها تلقاها، اي حاجه يعني، ومتيول ونقيقي. بلاصه ديال الالكترونيك كما كتشوفوا، اي حاجه الكترونيك كتباع هنا ديال الخوب. هذا ديودورو، هذا ديودورو كيبيعوا باكيه فيها 6 12 اورو، باكيه فيها جوج 4 6 دايره 12 اورو. هنا الخوت التقاشر كما كتشوفوا، التقاشر دايرين جوج اورونس مسكونه، يعني منظمين كل حاجه بلاصتها، يعني بلاصه التقاشر بوحدها، بلاصه الخضره بوحدها، اي حاجه بوحديتها. السوق كما كتشوفوا هو هذا، ما كاينش داك التحاس، ما كاينش بزاف الحوايج، الحوايج اللي قلت لكم الخوت ديال الغلاضين ديال الخدمه، انا كتلقى كاع لي جاكيت الخدمه. ولا المطر الخوت، هادو المطر ديال الشجار، ديال باش كيقطعوا الشجار، ولا المطر ديال باش كيحفروا الارض من التحت كما كتشوفوا. وهادوك لي شنيور الكبارين، هادو الماكينات ديال الربيع كيحيدوا الربيع، يعني كما كتشوفوا هادشي كامل الخوت. اغلبيه الانسان الحاجه اللي زوينه هنايا، الانسان الحاجه اللي كانت خدامه كيقول لك خدامه، اللي كانت خاسره كيقول لك خاسره. هادشي الحاجه اللي زوينه هنا عند هاد الناس هنايا، بلاصه البشكليطات غنشوفوا شي بشكليط هنايا باش نشريوها. فكره الخوت فاش سولته قال لي دايره 170 اورو، صراحه الله غاليه، 170 اورو غاليه. هذا كيصلح وكيبيع، ولكن باش تكونوا عارفين الخوت هنايا الاصلاح ديال البشكليطات غالي بزاف هنايا، لواحد الدرجه ما كتصورش هنايا. اي حاجه الاصلاح ديال البشكليطات، يعني السيكليسات هنا غاليين في اوروبا بصفه عامه، يعني فرنسا والمانيا. انا لاحظت الخوت باش يصلح لك البيشكليت خاصك رونديفو، خاصك ورقه وتسنى وسير واجي وبزاف د الحوايج، ماشي بحال البلاد حنا كتعطيها رخصك العشيه ترجع تلقاها موجوده. تيبانوا لي واحد التليفونات قدامين، فكروني هاد التليفونات هادو فاش كنت كنبيع ونشري في المغرب، كنت كنبيع ونشري في التليفونات شحال هادي، هاد لي مارك هادو كاملين بعد فيهم وشريت. صراحه الله كاع السواق المغرب يامات يامات التليفونات يامات العز. خوت البشكليت كيسميوها فاراد، هادي دابا سميتها فاراد، هنا في المانيا البشكليت كيسميوها فاراد، دايره 45 اورو وزوينه صراحه الله، هادي زوينه. هنا تنتهي سهرتنا الخوت، السوق راه وخليناه ليه، الناس هما كيتسناو الطوبيس دابا باش غادي نمشيو ان شاء الله. السوق كما كتشوفوا راه وخليناه،
ساريتو معنا شفتو كلشي، كنتمنى تخلينا لايك تخليونا كومونتير زوين ونشوفو ان شاء الله فيديو واحد اخر. تبارك الله عليكم.